للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ علي المشرفاوي، ممثل الخريجين في ذيقار، عبر الهاتف من ذيقار. أستاذ علي، مرحبا بك معنا في هذه النشرة. بداية، في أي إطار أو سياق نضع اللقاء الذي جرى بين رئيس الوزراء السوداني وعدد من الخريجين، خريجي ذيقار، وأنت كنت حاضرا، يعني ما هي أبرز النقاط والملاحظات التي أشرتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية شكرا لكم السهيل لتعرفكم للحديث عن معاناة مدينة الناصرية وكثير من الملفات. وأما ملف الخريجين، اليوم التقينا في رئيس الوزراء محمد الشاه السوداني، وكانت من أهم الملفات التي طرحت هو ملف خريجين ذيقار، لأن أكثر المشاكل في ذيقار ووضع الأمني هو بسبب تظاهرات أخواننا الخريجين أصدقائنا أحبائنا. كذلك وعدنا رئيس الوزراء خيرا بتحقيق انجاز بهذا الملف ان شاء الله. اليوم لقاء مع رئيس الوزراء، مع محافظ ذيقار ورئيس مجلس محافظ ذيقار ومستشار رئيس الوزراء ناصر تركي لتحقيق انجاز بهذا الملف المهم. وكذلك هناك كثير من الملفات التي فتحت مع رئيس الوزراء، منها ملف القطاع الخاص، الاستثمار، الوضع الأمني في ذيقار، الوضع الأمني غير مستفيد، وضع أمني غير مستقر. أصبحت ذيقار بيئة طاردة للمستثمرين جميعا. يجب تفعيل القطاع. طيب، فيما يتعلق أستاذ علي، فيما يتعلق بالتعيينات، خريج في ذيقار 41 ألف خريج في ذيقار، لا يستطيع أحد بالضبط هؤلاء جميعا في يوم وليلة. يحتاج تسهيل القطاع الخاص، الاستثمارات، قطاع النفط، المدينة الصناعية، والكثير من الأمور. ذيقار تحتاج الكثير، ليس طيب. هل حصلتم على أي استثناءات من قبل رئيس الوزراء فيما يتعلق بالتعيينات، تعيينات الخريجين؟ رئيس الوزراء وعدنا خيرا إن شاء الله. اليوم قال الاجتماع مع رئيس مجلس محافظة والمحافظة، وعدنا خيرا للخريجين. طيب، ماذا يفهم من تأكيد رئيس الوزراء من أن الحكومة تكفل حق التظاهر السلمي وحماية المتظاهرين، مع التشديد على يعني عدم التأثير في خدمة المشاريع وكذلك تقديم الخدمات؟ يعني هل هذا يعني أنكم أعطيتم وعودا لرئيس الوزراء بأنكم في حال التظاهر والاعتراض لن تقربوا من المشاريع الخدمية بالذات؟ اليوم رئيس الوزراء كان منفتحا مع الخريجين ومع اخوته حول هذا الموضوع، لكن اراد ايجاد الحلول لهذه القضيه، ايجاد حل جذري للخريجين. قلت سابقا هنالك حوالي 41 الف خريج في ذيقار، ليس مستحيل تعيينهم جميعا، لكن هنالك امور حلها هو القطاع الخاص لتعيين كذلك مراكز التشغيل في محافظة ذيقار. الأعمال الأجنبية، بلغنا رئيس الوزراء بأن هنالك أعمال أجنبية حوالي 80-90% بالشركات النفطية. أبلغنا بأن لا يوجد هذا الشيء، إن شاء الله سيتابع الأمر في حوالي الأعمال الأجنبية، فتح المدينة الصناعية في ذيقار، فتح مشروع جديد هو مشروع البتروكيماويات الذي يستوعب آلاف من الخريجين. كذلك في القطاع الخاص، بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، طرحنا موضوع حول المدارس الأهلية والمدارس الحكومية. المدرس يدرس في مدرسة حكومية ومساء يدرس في مدرسة أهلية، لذلك أما مدرسة حكومية أو مدرسة أهلية، أما اختيار القطاع الخاص أو القطاع العام. طيب، ما دام ذيقار والقول لرئيس الوزراء بأنها تمتلك كل مقومات النهوض الاقتصادي والموارد البشرية والفرص الاستثمارية، لماذا بتقديرك تم لغاية الآن هذه النقاط كلها التي أشار إليها رئيس الوزراء معطلة ولم يتم تفعيلها؟ استنتجنا من رئيس الوزراء كان ملما بقضايا الناصرية جميعا، حتى بأبرز جزئياتها. كان من أهم القطاعات قطاع السياحة، متوقف في ذيقار، وجود أهوار في جنوب ذيقار، في سوق الشيوخ، وجود اليد العاملة، لكن هنالك أيادي خفية في ذيقار تحرك الوضع وتحرق الوضع في مدينة ذيقار. الكل مشخص هذا الأمر، هنالك أيادي خفية
في ذي قار تحرك الوضع، تحرك لماذا بس فقط ذي قار؟ هنالك محافظات فقط في ذي قار الحرب والسلب والوضع الأمني غير مستتب، لأن الصراع السياسي بين المحافظة ومجلس المحافظة والسياسيين وأعضاء مجلس النواب هذه يعني طرحناها جميعا لرئيس الوزراء، وإن شاء الله رئيس الوزراء يعني كان مشخص لهذا الأمر، بلغنا بأن هنالك صراع سياسي داخل المحافظة وعدم استتاب الأمر في الأمني في محافظة ذي قار. نعم، الأستاذ علي المشرفاوي ممثل الخريجين في ذي قار عبر الهاتف كنت معنا، شكرا جزيلا لك.